21 مارس 2020 كتب محمد محمود عبد العزيز اللي هو ابن الراحل القدير محمود عبد العزيز على انستجرام: أمي الغالية، ربنا يخليكي ليا ويبارك لنا في حضرتك، ملحوظة: هذا الطفل بيبقى أنا. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا. أيضا كمان نشر الصورة الجميلة ديت وكتب عليها: في ذكرى ميلاد السندريلا، صورتي مع أبويا والسندريلا، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا. أيضا برضو نشر صورة جميلة برضو لوالدته، وبرضو هنشوفها بعد شوية في أحدى الظهور. لسنوات طويلة ظلت السيدة جيلان طليقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز وأم ولديه بعيدة عن الأضواء، ولا تظهر في برامج أو حتى مناسبات فنية. وفي ظهور نادر لها أمسر الممثل والمنتج محمد محمود عبد العزيز صورته مع والدته وشقيقه كريم عبد حسابه على انستجرام من حفل زفاف عائلي حضروه. وظهرت والدة محمد وكريم محمود عبد العزيز محتفظة بجمالها ومظهرها بالشعر الأصفر الطويل. هنا الصور اللي نشرها كريم على اليمين ومحمد على الشمال وهي في النص والدته. وهنا الصورة دي نشرها برضو، اللي على الشمال ده ابن خال والدته، واللي على اليمين قوي دي حرمه، وهما في النص مع والدته. صورة نادرة ظهر الفنان المصري محمود عبد العزيز بصحبة زوجته الأولى جيجي زويد، وهي أم ابنيه كريم ومحمد، وكذلك زوجته الثانية بوسي شلبي. وساعتها كانت الأخيرة ظهرت كمعجبة وصديقة لزوجته الأولى، وأعاد رواد مواقع التواصل نشر الصورة تزامنا مع وفاة النجم المصري الكبير محمود عبد العزيز. والصورة ظهرت فيها إلى جانب عبد العزيز وزوجتيه الإعلامية أحلام شلبي. صورة نادرة تجمع محمود عبد العزيز مع زوجتيه السابقة والحالية، وفي أحلام شلبي اللي هي فوق على طول محمود عبد العزيز. وهنا محمود عبد العزيز وزوجته الأولى جيجي زويد. ودي صورة نادرة ليه برضه مع ابنه وجيجي زوجته الأولى. يظهر الفنان المصري محمود عبد العزيز في حفل زفافه على زوجته الأولى السيدة جيجي زويد. وفي الصورة يظهر محمود عبد العزيز هنا في فرحه مع مراته الأولانية جيجي زويد. يظهر محمود عبد العزيز في الكوشة بجوار زوجته وأحيت الحفل الراقصة هالة الصافي. السيدة جيجي زويد هي أم أولاده الفنان كريم محمود عبد العزيز ومحمد، وقيل أن زواجهما استمر لمدة 20 سنة ثم حدث الانفصال بينهما. وهنا مع كريم ومحمد، كريم هو الصغير، محمد الكبير، دول ولاده من جيجي زويد زوجته الأولى. دي صور نادرة ليهم. وتزوج الفنان المصري بعدها بالإعلامية بوسي شلبي زوجته الثانية. هنا في إبريل 2016 شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه المنتج محمد محمود عبد العزيز في تشييع جنازة جدتهما من مسجد عمر مكرم. كريم وشقيقه ظهر برفقة والدتهما، وذلك في ظهور نادر جدا لها، وظهر عليها علامات الانهيار التام لوفاة والدتها. هنا كانت والدتها اتوفت، ودي كانت أحدث صور ليها وأحدث ظهور تظهر فيه. كانت متأثرة جامد، معاها كريم ومحمد بيسندوها. حضر الجنازة عدد كبير من أفراد أسرة الفنان الكبير محمود عبد العزيز الذي تواجد داخل سيارته، بالإضافة لبعض الأصدقاء من داخل الوسط الفني منهم شريف باهر وإيهاب فهمي وهبة عبد الحكيم. كريم ومحمد هنا وهم متجوزين. من ناحية أخرى نعى الفنان حسين فهمي الفنان محمود عبد العزيز قائلا: فقدت هذا العام 2 من أعز أصدقائي، وهما نور الشريف ومحمود عبد العزيز، ما فضلش غيري خلاص. وانهار حسين فهمي باكيا خلال مداخله هاتفيه لبرنامج هنا العاصمه المذاعه على السي بي سي السبت بسبب خبر الوفاه، مضيفا: الخبر نزل عليا مثل الصاعقه ومش قادر اتكلم. وتابع: لقد عشنا حياه جميله وقدمنا اعمالا جميله للجمهور، فضلا عن انه كان صديقا قريبا جدا لي، الله يرحمه.
وكان الفنان محمود عبد العزيز قد وافته المنية يوم السبت 12 نوفمبر 2016 بعد صراع طويل مع المرض. هنا نور الشريف في النص، محمود عبد العزيز يمين وحسين فهمي شمال. شهد الشارع المصري حالة من الحزن الشديد على رحيل الفنان القدير محمود عبد العزيز، إلا أن هناك مفاجأة كبيرة جدا حدثت تعبر عن تأثير الفنان محمود عبد العزيز في الشارع المصري، حيث قال حسن محمد وهو أحد العاملين بالمقابر أن مقبرة الفنان محمود عبد العزيز لا تخلو يوميا من الزوار والأحباب من أهله أو حتى من البسطاء. كما أكد العامل بمقبرة الفنان محمود عبد العزيز أنه ينبهر يوميا بمنظر الورود الكثيرة التي تأتي من مختلف المحافظات من أرض مصر لزيارة قبر الراحل محمود عبد العزيز الذي عاش بسيطا ومات ودفن وسط البسطاء الذي افتخر يوما أنه منهم، لذلك أحبه الجميع في حياته وحتى بعد موته رحمة الله عليه. ودي المقبرة بتاعت محمود عبد العزيز. جدير بالذكر أن مقبرة محمود عبد العزيز هي ذات المقبرة التي دفن فيها أخواته وهم أحمد عبد العزيز ومجدي عبد العزيز وشقيقته وفاء عبد العزيز بجانب والدته، والذين تأثر بهم الفنان الراحل عقب رحيلهم، خاصة أنهم جميعا رحلوا خلال 3 سنوات من عام 2013 حتى 2016. هنا المرحومين محمود محمد محمود عبد العزيز. ليس غريبا أن يتزوج فنان بمعجبة، فهذه القصة ليست بعيدة عن كثير من الفنانين، وهو ما حدث مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز. بوسي شلبي كانت معجبة بمحمود عبد العزيز كفنان في بداية الأمر، وبعد عرضه الزواج عليها اعترفت أنه فتى أحلامها. دي بوسي شلبي هي المعجبة اللي اتجوزت محمود عبد العزيز. هنا كانوا خارجين من الانتخابات. بعد طلاقه لزوجته الأولى ب3 أشهر، تزوج من بوسي شلبي، ثم حدثت بعض الخلافات وكانت سببا في قرار الطلاق بعد شهر ونص فقط من الزواج. طلقوا بعد شهر ونص بس من الجواز. وبعد الطلاق لجأت بوسي شلبي لإلهام شاهين الصديقة المقربة لهما، واستطاعت إلهام شاهين أن تصلح الأمر ويعود الزوجان مرة أخرى لبعضهما. دي صورة نادرة لي مع بوسي شلبي. ثم استمرت الحياة الزوجية بينهما حتى توفي محمود عبد العزيز، ويظل هو حب العمر بالنسبة لبوسي شلبي. أنا مع يسرا وإلهام شاهين وبوسي شلبي. مع بوسي شلبي زوجته الثانية. وقد عرف عن الفنان الراحل محمود عبد العزيز ظهوره الدائم بنظارة شمسية سوداء في المناسبات والمحافل الفنية. هنشوف السبب. دايما كنا نشوفه بالنظارة السوداء ديت. وفي حوار قديم أجرته زوجته الإعلامية بوسي شلبي بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، كشف الساحر سر ظهوره الدائم بالنظارة السوداء. هنا موقف تاني برضو في مهرجان لابس النظارة السوداء، وهنا مع روسي شلبي بالنظارة السوداء برضو كان دائما يرتديها. قال الساحر أنه لا يرتدي النظارة السوداء للاختفاء من عين الجمهور، فالجمهور هو من صنعه، وأضاف قائلا أن نظره ضعيف والإضاءة ترهق عيناه، عشان كده كان بيلبس دايما نظارة سوداء.